التسمية قال واجبة في وضوء وغسل وتيمم وتيمم. التسمية جاءت في الوضوء فقط، لم تأتي بالغسل ولم تأتي بالتيمم. ومن قال أن التسمية واجبة في الغسل قياسا على الوضوء، ومن قال واجبة في التيمم قياسا على الوضوء. إذن هي في الوضوء واردة، وورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وبناء على هذا الحديث ذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى وجوب التسمية، إلى وجوب التسمية، لأنه قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والمشهور عن أحمد نفسه، الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنه صار بعده يقول بسنية التسمية، وهذا استقر عليه قوله، استقر قول أحمد على أن التسمية سنة وليست واجبة. وذلك أن الحديث الوارد وهو: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، حديث ضعيف، بل والعلم عند الله تبارك وتعالى ضعيف جدا. فمثل هذا الحديث لا يؤخذ منه حكم، لا يؤخذ منه حكم، وإنما جاء عند النسائي قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله، وهذا دليل السنية، وهذا دليل السنية. وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع أو أبتر، على ضعف فيه أيضا. لكن الشاهد من هذا أن التسمية سنة عند جميع أهل العلم، أنه يسمي قبل وضوئه، لكن هل واجب؟ مذهب أحمد المشهور واجب، لكن قول أحمد نفسه استقر على أن التسمية سنة، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. وعلى كل حال هي من مفردات المذهب، كون التسمية واجبة في الوضوء من مفردات مذهب أحمد. ولما نقول مفردات المذهب يعني خالف المذاهب الأخرى، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي لم يقولوا بوجوب التسمية، وإنما قالوا باستحبابها. وقلنا الغسل والتيمم قياس على الوضوء، فإذا لم يثبت في الوضوء إذن أيضا لا يثبت في الغسل ولا يثبت في التيمم.